نستمع الآن إلى كلمة هيئة الحقيقة والكرامة. مرحبا بكم ومساء الخير. هيئة الحقيقة والكرامة عرضت عليكم إلى حد اليوم شهادات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، لكن تعرفوا الكل اللي قانون العدالة الانتقالية يعطي للهيئة مسؤولية تفكيك منظومة الاستبداد والفساد، وهنا ثم ترابط متين ما بين الاستبداد والفساد. اليوم إذن موضوعنا الفساد، واللي باش يشهدوا اللي هما منسوب إليهم الانتهاك وليس فقط الضحايا. الفساد ليس قدر لبلادنا. عديد البلدان اللي عاشوه واللي خذاو إجراءات لمقاومته نجحوا ومكنوا اقتصادهم باش ينعتق ويكون أمتن. العديد من الهيئات الرقابية إن كانت إدارية أو قضائية وقفت على هذه الآفة، شخصتها واقترحت حلول. اللي فقدناه إلى يومنا هذا هي الإرادة السياسية لأخذ إجراءات فعالة لمقاومة هذه الآفة. الإفلات من العقاب شجع على استشراء الفساد في تونس بعد الثورة. إن شاء الله تكون عنا الشجاعة لمقاومة هذه الآفة. المسؤولية هي مسؤولية الجميع، الهيئات، المؤسسات الدولة أولاً وبالذات بالفعل، لكن أيضاً مسؤولية المجتمع المدني، مسؤولية السياسيين، مسؤولية الجميع، مسؤوليتنا الكلنا أن نقفوا للآفة هذه ونخليوها ما عادش تنخر جسد بلادنا وتشد إلى الوراء اقتصادنا. اليوم أول شهادة باش نسمعوها هي شهادة السيد عماد طرابلسي اللي هو قبل باش يشهد ويكشف الحقيقة ويعطينا كيف كانت تشتغل هذه آلة الفساد في العهد الماضي. ثم سنستمع إلى شاهدين اللي عندهم ثلاثة صفات: صفة الضحية، صفة الشاهد، وصفة المنسوب إليه الانتهاك، فلنستمع إليهم. يرجى من السادة والسادة تفضل بالالتزام الهدوء التام وعدم التصفيق مع عدم التصوير، كما نطلب منكم غلق الهواتف الجوالة، مع جزيل الشكر. عهد القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية لهيئة الحقيقة والكرامة النظر في ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام، وفي هذا المجال أودي على لدى الهيئة 6365 شكاية تتعلق بالفساد المالي، من بينها 685 ملف عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة. وقامت الهيئة بعقد جلسات استماع سرية ل 2374 حالة، من بينها 1632 طالبي تحكيم ومصالحة. وتنقسم هذه الطلبات إلى متضررين وشهود ومنسوب إليهم الانتهاك. وتتمثل مهام هيئة الحقيقة والكرامة في هذا المجال أساساً في دراسة ملفات الفساد المالي الواردة عليها في مختلف مظاهرها، تقييم التجاوزات والسعي إلى إرجاع الحقوق إلى أصحابها، تفكيك منظومة الفساد، تقديم المقترحات لإصلاح المؤسسات وغربلة الإدارة. للفساد أوجه عدة ومجالات مختلفة، لكنها تلتقي في نفس الأهداف ونفس الوسائل ولو اختلفت في الظاهر. ولمقاومة هذه الظاهرة يجب إرساء مقومات الحوكمة الرشيدة وتبسيط الإجراءات وأحداث منظومة رقابة ناجعة.
مثل الفساد أهم آفة تنخر الاقتصاد العالمي عموماً، خاصة مع تنامي العولمة، حيث أن الفساد ليس ظاهرة محلية وإنما هي ظاهرة عابرة للأوطان وتمس كل المجتمعات والاقتصادات. ويتسبب الفساد في خسارة تناهز 1% من النمو الاقتصادي العالمي، ويؤثر حسب تقارير الأمم المتحدة على جاذبية اقتصادات الدول للاستثمار بنسبة 5%. وحسب دراسة قام بها صندوق النقد الدولي، تبلغ تكلفة الفساد 2% من الثروة العالمية، وقدرت نفس الدراسة قيمة الرشاوي المدفوعة حول العالم بما يزيد عن 1500 مليار دولار لتقترب من الناتج المحلي الخام لدولة فرنسا على سبيل المثال. وعليه حاولت عديد المنظمات العالمية تقديم تعريف للفساد، حيث تعرف منظمة الشفافية العالمية الفساد بالتعسف استعمال السلطة المكلة لشخص لتحقيق مكاسب خاصة، ويعرفه البنك العالمي باستخدام مسؤول عن وظيفة عمومية منصبه لمصلحته الخاصة. أما في تونس فإن المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد عرفه على أنه سوء استخدام السلطة والنفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية. واعتبرت الأمم المتحدة الفساد جريمة تضعف المجتمع من خلال إعاقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تحويل الاستثمارات الداخلية والخارجية من القطاعات ذات الأولوية، إضعاف النظام التعليمي والنظام الصحي، وحرمان السكان من المقومات الأساسية لحياة كريمة، تقويض الديمقراطية وتشويه العملية الانتخابية وزعزعة المؤسسات العمومية، مما يؤدي إلى مخاطر عدم الاستقرار السياسي، تفاقم عدم المساواة والظلم وانتهاك سيادة القانون، ومعاقبة ضحايا التجاوزات الذين يواجهون أحكاما جائرة وخاطئة. وللفساد علاقة وطيدة بثقل التشريعات والبيروقراطية الزائدة التي تكبل حرية الأشخاص، وهو ما يمثل مناخا ملائما لنمو كافة مظاهر التجاوز. ويمكن تلخيص هذه العلاقة في من غير المعقول دفع رشوة لفتح باب مفتوح. يكلف تشعب الإجراءات المؤسسة التونسية 13% من مداخلها حسب إحصائيات البنك الدولي في تقرير صادر سنة 2014، أي ما قدره تقريباً 16 مليار دولار، متجاوزاً ميزانية الدولة التونسية. هذه التكلفة تخنق الاقتصاد الوطني وتصنع مناخاً ملائماً لنمو الفساد ودفع الرشاوي لتسريع الإجراءات حسب نفس التقرير. وحسب تقديرات منظمة النزاهة المالية العالمية Global Financial Integrity، يكلف الفساد خسارة مباشرة ل 35 ألف موطني شغل، وذلك بخسارة 2% من الناتج الداخلي الخام سنوياً. وتعتبر تونس من أكثر الدول المطالبة ببذل مجهود أكبر لمكافحة الفساد والتصدي له وإرساء منظومة الحوكمة الرشيدة. ويمثل الفساد إضافة للبيروقراطية وضعف نجاعة الإدارة وعدم الاستقرار السياسي أهم عراقيل التنمية الاقتصادية وضعف جاذبية سوق الاستثمارات التونسية، حيث تمثل هذه الأسباب نسبة 43.6% حسب تقديرات منتدى الاقتصاد العالمي من المشاكل المرصودة للنهوض بالاقتصاد الوطني. قامت منظمة الشفافية الدولية بوضع مؤشر للفساد تصنفت الدول على أساسه، فحصلت تونس على مجموع 41 نقطة من جملة 100 نقطة ممكنة، وكان ترتيبها 75 على مجموع الدول موضوع الدراسة. وفي نفس السياق حاولت منظمة النزاهة المالية العالمية دراسة أهم مظاهر الفساد، حيث قدرت التدفقات المالية غير المشروعة في تونس ب 16842 مليون دولار خلال السنوات من 2004 إلى 2013، متجاوزة بذلك قيمة ميزانية الدولة. ونظرا لتشعب منظومة الفساد وترابطها بشبكات داخلية وخارجية، وفي إطار سعيها لإنجاح مهامها، قامت الهيئة بتحديد أهم محاور التجاوزات والمجالات التي نخرها الفساد في تونس. الموارد المنجمية والطبيعية من بترول وفوسفات وملح ورخام وجبس وغير ذلك. الصفقات العمومية واللزمات. العقارات وتغيير صبغة الأراضي وما يمثله من خطر على الاكتفاء الغذائي. الحدود البرية والبحرية والجوية والموارد الديوانية والجبائية، حيث قيم البنك الدولي الخسارة في المداخيل الديوانية ب 100 مليون دولار سنوياً. التراخيص والحقوق الحصرية، خصصة المؤسسات العمومية والمنح والامتيازات الجبائية والتفويت في المؤسسات، إمكانية الحصول على القروض وشطبها وإعادة جدولتها وتصنيفها، حيث تجاوزت قيمة الديون البنكية المشكوك في استخلاصها
12 مليار دينار، أي أكثر من ثلث ميزانية الدولة، في شهادة محافظ البنك المركزي. كما أفاد أنه كان لقطاع السياحة الحصة الرئيسية في هذه الديون، حيث بلغت 3.1 مليار دينار سنة 2012. هذه الوضعية تكلف الدولة والمجموعة الوطنية خطر خسارة أصل الدين والفوائد بالنسبة للبنوك العمومية، وخسارة الضرائب الموظفة على أصل الدين وفوائده بالنسبة لباقي المصارف، أي نسبة 35% منها. وتجدر الإشارة أنه رغم الصعوبات التي يمر بها القطاع السياحي وعدم قدرة مؤسساته على استخلاص ديونها، إلا أن هذه الوضعية تعود أساساً لقدرة هذا القطاع على أحداث سوق موازية للعملة وتجاوز الترتيبات الموضوعة في مجال العملات الأجنبية. تعتبر الديوانة إحدى بوابات الفساد في العديد من البلدان، وجاء في تقرير حول النفوذ السياسي والتهرب الضريبي أصدره البنك الدولي سنة 2015 أن الشركات التي كانت تتمتع بعلاقات مع نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي استطاعت التهرب من دفع رسوم جمركية بلغت 1.2 مليار دولار على الأقل في الفترة ما بين 2002 إلى 2009 بسبب التلاعب في بيانات أسعار الواردات، وإنه أتاح للشركات التي تتمتع بعلاقات سياسية التهرب من ضرائب بلغت 217 مليون دولار عام 2009 وحده. وجاء في نفس التقرير أن زهاء ثلث الشركات التي تمتلكها عائلة بن علي، والتي يبلغ عددها 662 شركة تعمل في التصدير والاستيراد. وبالإضافة إلى الخسائر التي تتكبدها المالية العمومية، فإن التهرب من الرسوم الجمركية على الواردات أدى أيضاً إلى تقويض المنافسة وإلى غياب تكافؤ الفرص وتشجيع الاقتصاد الموازي. تعتمد الجمارك التونسية نظام المسالك الثلاثة، الأخضر، الأصفر والأحمر. يخول للمصرحين العبور في المسلك الأخضر دون أي رقابة، وبالنسبة للمصرحين في المسلك الأصفر، فإن الحمولة تخضع فقط لتدقيق في الوثائق والتصاريح الديوانية، فيما تخضع الحمولة في المسلك الأحمر إلى تفتيش عيني معمق، وتمر الحاويات عبر الماسح الضوئي، إلا أنه لم يحدد صفة الشركات التي يتم توزيعها على هذه المسالك الثلاث ولا حول معايير توزيعها، وتبقى الرقابة خاضعة للسلطة التقديرية لأعوان الجمارك، في حين أن قانون الجمارك التونسية يتطابق مع أفضل القواعد التي حددتها المنظمة العالمية للجمارك، إلا أن تطبيقه يبقى ذو صبغة تقديرية خاضعة لتقييم بشري ويفتح هكذا الباب أمام التحيل. فبالرغم من تعدد آليات الرقابة الجمركية، يعتمد نظام التهريب على تزييف البيانات، وطرق التهريب متعددة. يمكن للحاوية كادرا أن تخرج من الميناء دون الخضوع إلى أي مسلك رقابي تام، وهو ما يسمى بالتنطير، وهي عملية مقصود بها خروج الحاوية خلسة ليلاً بعد دفع مبالغ رشوة تتراوح بين 50,000 دينار و 70,000 دينار تتوزع على الفريق الذي أذن بالسرقة. الطريقة الثانية تتمثل في خروج حاوية خاضعة للسلك الأحمر عبر المسلك الأخضر الذي تمر عن طريقه الشركات التي تتمتع بالإعفاء الجمركي على غرار شركات قانون 72 والاكتفاء بمراقبة الوثائق شكلاً بعد استخلاص مبالغ رشوة تتراوح بين 5,000 دينار و 30,000 دينار حسب نوع السلاح وإن كانت مرخص بها أم ممنوعة مثل المعسل والسجائر. وفي حالة توريد سلع ممنوعة تستبدل الصورة الحقيقية للحاوية بآلة سكانر بصورة قديمة تنقل من ملف آخر مستوفي شروط الرقابة، ويصرح عن حاوية معسل بأنها حاوية أقمشة مثلا. كما يمكن أيضا استبدال اللوحات المنجمية من شاحنة استكملت إجراءات المراقبة إلى شاحنة تحتوي على سلع غير مراقبة. وقد عاينت كل من إدارة الديوان والتقارير الرقابية الصادرة عن مختلف الهيئات الرقابية إدارية كانت أو قضائية كل هذه الإخلالات، واقترحت جملة من الحلول والتوصيات الوقائية والعلاجية، ولكن تعاقبت الحكومات بعد الثورة دون اتخاذ إجراءات فعالة للقضاء على آفة الفساد التي تعيق نمو البلاد. وقد حان الوقت لتجاوز شعارات مقاومة الفساد لنذهب إلى التصدي الفعلي لهذه الآفة. إن مسؤولية مقاومة الفساد ليست مهمة السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية فقط، هي بالأساس مسؤولية الشعب المتضرر الأول والأخير من هذه الآفة. الآن سنعرض عليكم شهادة السيد عماد ترابلسي، وسيقدم السيد خالد كريشي هذا
الشاهد اللي هو في نفس الوقت مرتكب انتهاك. تفضلتي خالد. شهدت فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي تغلغل عدد من أفراد أسرته وأسهاره في مفاصل الدولة وتوظيفهم للمصالح الإدارية لأغراض شخصية، فتعددت جرائم الفساد المالي والاعتداء على المال العام لتشمل تقريبا كل القطاعات. يتسم هذا الصنف من الجرائم بتعدد الجهات المتدخلة فيه في إطار شبكة معقدة من العلاقات، مع الحرص على إحاطة الجهة المتنفذة بسرية كاملة من حيث الهوية وشكل تدخلات والتأثير على كل من الإدارة والقضاء، بهدف استبعاد الجهة المتنفذة من نطاق أي مساءلة أو تتبع. من هؤلاء الأشخاص السيد محمد عماد الطرابلسي، المولود في 26 أوت 1974، وهو رجل أعمال، ابن محمد الناصر الطرابلسي، شقيق ليلى بن علي زوجة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. انطلق السيد محمد عماد الطرابلسي في مجال الأعمال سنة 1997 بتأسيسه شركة البعث العقاري، وتوسع نشاطه واستثمر في عديد القطاعات على غرار المجال العقاري واستخراج المواد الأولية وتوريد وتصدير مختلف البضائع، كما حرص على المساهمة في رأس مال الشركات الكبرى وعلى الحصول على عقود تمثيل شركات أجنبية، مستغلا نفوذه ومجندا مختلف المصالح الإدارية لخدمة مصالحه والحصول على منافع غير شرعية، محققا أرباح طائلة. تم إيقاف السيد محمد عماد الطرابلسي يوم 14 جانفي 2011 في مطار تونس كرتاج، عندما كان يهم بمغادرة التراب التونسي رفقة أفراد من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأسهاره. تعلقت به عديد القضايا، وتم مصادرة أملاكه وما يزال موقوفا بالسجن المدني بالمرناقية. اعترف السيد محمد عماد الطرابلسي بذروعه في جزء كبير من الانتهاكات المالية موضوع التتبعات المفضية إلى مؤاخذته جزائيا، مصرحا أنه استفاد من النظام السابق، وقد تقدم بمطلب لدى هيئة الحقيقة والكرامة من أجل الانتفاع بآلية التحكيم والمصالحة، معبرا عن استعداده لاتباع كل الإجراءات وتنفيذ جميع بنود المصالحة وبموافقته المطلقة على قرار التحكيم الذي سوف تصدره الهيئة. فلقد تقدم بأول مطلب للهيئة في 26 جانفي 2015، وفي تاريخ 14 جوان 2016 استوفى السيد محمد عماد الطرابلسي كل الشروط القانونية الواردة بالفصل 46 و 47 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ 24 ديسمبر 2013، والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، والمتمثلة خصوصا في الإقرار الكتابي والاعتذار الصريح من الدولة ومن الشعب التونسي ومن كل ضحايا، وبيان الوقائع التي أدت إلى الاستفادة غير الشرعية، وتحديده قيمة الفائدة المحققة من ذلك، وقبوله بالقرار التحكيمي الذي سوف تصدره الهيئة، واعتباره قرارا نهائيا غير قابل لأي وجه من أوجه طعن أو الإبطال أو دعوة تجاوز السلطة، والالتزام بالمشاركة في جلسات الاستماع العلنية إذا طلبت منه الهيئة ذلك. وفعلا قبل السيد محمد عماد الطرابلسي بقرار مجلس الهيئة بالمشاركة في جلسات الاستماع اليوم، محققا بذلك جميع شروط الفصل 46 والفصل 47 من قانون العدالة الانتقالية. بتاريخ 15 جوان 2016، قدمت الدولة التونسية في شخص السيد المكلف العام بنزاعات الدولة بصفتها ضحية مطالب تحكيم ومصالحة في 15 قضية تعلقت بالسيد محمد عماد الطرابلسي. وبتاريخ 14 جويلية 2016، انعقدت أول جلسة استماع سرية بالسجن المدني بالمرناقية، دامت أكثر من 5 ساعات بحضور فريق هيئة الحقيقة والكرامة ومحامي طالب التحكيم، وعقدت جلسة ثانية بتاريخ 11 أوت 2016 دامت أكثر من 6 ساعات. وفي يوم 29 أوت 2016 كانت أول جلسة تحكيمية بالمقر الرئيسي لهيئة الحقيقة والكرامة بين الطرفين، حضر محامي طالب التحكيم
وتغيب السيد المكلف العام بنزاعات الدولة، وتم تأجيل الجلسة ليوم 31 أوت 2016. وحضر محامي طالب التحكيم كذلك، ومثل المكلف العام بنزاعات الدولة الذي طالب التأخير كذلك. بتاريخ 16 من سبتمبر 2016 تكرر تأجيل الجلسة التحكيمية الخاصة بملف طالب التحكيم والمصالحة بطلب من المكلف العام بنزاعات الدولة. وبتاريخ 23 سبتمبر 2016 تم ضم ملفات التحكيم والمصالحة المقدمة من كلا الطرفين، أي من طالب التحكيم والمصالحة السيد محمد عماد طرابلسي كمرتكب انتهاك، والملفات المقدمة من طرف الدولة التونسية في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة بصفتها ضحية. ومنذ ذلك التاريخ ما زال السيد محمد عماد طرابلسي طالب التحكيم والمصالحة بعد استيفائه لكل الشروط القانونية في انتظار طلبات السيد المكلف العام بنزاعات الدولة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية بعد كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر ضرر الضحايا وأولهم الدولة وإصلاح المؤسسات، ومن أجل كذلك تفكيك منظومة الاستبداد والفساد ضمانا لعدم تكرارها في المستقبل دون تشفي ودون انتقام. نستمع إلى السيد محمد عماد طرابلسي. اسمي محمد عماد طرابلسي، بيانتو في شهر أوت الجاي نعمل 43 سنة. صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، نقرب له بصيفتي ولد ناصر طرابلسي خو ليلى بن علي، ليلى طرابلسي بن علي. كنت مقرب جدا لعمتي بحكم اللي أنا تربيت في دار ماماتي بسبب الظروف. الوالد كان يخدم في ليبيا هو والوالدة، ووقت اللي تولدت أنا معناها تولدت في تونس، دونك كان ثم ظروف اللي أجبرت الوالدة باش تخليني عند مماتي، دونك تربيت براتيكمون عند مماتي الله يرحمها بحكم اللي كنا قراب من السلطة. بشرت الأعمال بكري، بديت نخدم مع الوالد من الأول، وخدمت معه في برشا ميادين، خدمت معه في مجال الفلاحة. الوالد زادة كان عنده معمل متاع فريب في المكناسي، دونك قعدت نخدم غاديكا براتيكمون عام وشوية، فهمتني، خدمتهم ملافيل في المكناسي. بعد رجعت في وسط سنة 95 رجعت لتونس وخدمت زادة شوية مع الوالد، كملت خدمت معاه شوية، ومن بعد الظروف ما لامتنيش وما تفهمتش أنا وياه، قررت باش ننتصب للحساب الخاص. بشوية بشوية عملت شركة متاع امبور اكسبور، بديت بشركة متاع امبور اكسبور. الحق النشاط متاعها كان ما شبه منعدم، فهمتني، على خاطر وقتها ثم ظروف وفما نقص في الأموال وواحد، وحبيت نكتسب الأكثرية تجربة، فهمتني، والكرينو اللي حبيت نخدم فيه اللي هو معناها الأدوات المكتبية كان مسيطرين عليه 4-5 من الناس. دونك الظروف شاءت أني نتعرف على حد مش لازم نسميه، تعاشرنا كي الاخوات. كانت عنده شركة بتاع، كانت عنده ثلاثة ولا أربع شركات بتاع بعث عقاري، منهم واحدة حلها معناها وقعدت ما غير نشاط. انترتو عرض علي قال لي هذه شركة معناها رو أنا حللها وما خدمتش براتيكمو عند عامين، واش علاش ما ندخلوش نخدموها جميع، فهمتني. قلت له علاش لا، دخلني معاه معناها اعطاني ديزاكسيون في الشركة وبدينا نخدمه في البعث العقاري. بدينا نخدمه في البعث العقاري. أول مشروع خدمناه كان في النخيلات في شير تريانة. الأرض ذي كانت أرض في زون زاك، زون داكتيفيتي كوميرسيال،
وكانت محاطة بالبنايات، فهمتني، بنايات برخص وبدون رخص، حتى بنايات فوضوية، خاطر ساعات البلان داميناجمون يكون معناها شوية عشوائي، البلديات ولا الإدارات ما تاخذش بعين الاعتبارات معناها مصالح المواطنين. يجي يعمل لك مثلا في زون كيف ما انخيلات اللي هي زون شعبية واللي الناس كانت نازحت لها باش تسكن فيها، يجي يعمل لك في وسطها زون داكتيفيتي كوميرسيال وزون اندستريال في وسط معناها مناطق سكنية، والعباد شارية الأراضي بالمئة متر وبالمئتين متر وباش تسكن، فهمتني؟ دونك الحق نتاع ربي وقتها بدلنا الفوكاسيون نتاع الأرض، ما كناش مستحقين التدخلات، خاطر بطبيعته البلان داميناجمون وقتها بحكم البني العشوائي اللي كان صاير فيها المنطقة هذيك، البلان داميناجمون كانت بلدية تريانة عرضته للريفيزيون. في سنة 96 أنا عملت حادث مرور، جاء وقتها زارني الرئيس السابق زين العابدين بن علي واحد، قال لي معناها يلزمك توا تعمل عقلك شوية، جافي 22 سنة وقتها، يلزمك تعمل عقلك وتخمم باش تخدم وتخمم باش تكون دار وتخمم تخمم في مشروع باهي. الحق نتاع ربي أنا قلت له راني نحب نخمم في مشروع كارير، فهمتني، تبقينا كارير يلزمه راس مال ويلزمه معناها قروض بنكية ويلزمه برش حاجات. قال لي توكل على الله ونحن نعاونوك. دونك عملت مطلب، بعد حوالي سنة معناها عطاوني برشا تيتروات برا اختار برا اختار، فما تيتروات اللي معناها اكتشفت اليوم انكزيستون على خريطة الدولة التونسية بالحق. معناها مشيت تيتر ما فماش، وهذوما معناها خذيتهم دمان ما من عند وزير املاك الدوله، يعطيني 5 تيتر يقول لي برا اختار تيتر منهم. بعد مماطلات عديده واحد اتصلت بعمتي، قلت لها راهو الوزير هذا معناها يمشي فيا ويجيب، مش ناوي يعمل معايا حتى شيء. قدرة قادر معناها كلمتها كيف نقولوا اليوم الصباح، للوندما الوزير يعيط لي، سيتي لو دو سبتمبر 1999، عيط لي نلقى كونترات وحاضر، قال لي باش تمشي للهوارب. عمري ما حطيت ساقي في الهوارب انا، مشيت، مشى معايا زاد واحد من وزارة املاك الدولة اللي لاهي بالسيرفيس توبوغرافي، وراني اللولي خذيته. اتضح من بعد معناها وقت اللي صار اللي هي معناها نورمالمون في املاك الدوله يعملوا قانون عرض وطلب، وتعطى معناها العروض في مظروفات مغلقه، وترسي يعرض ما يرسي العطاء معناها على الشخص اللي يعطي اكثر سهم ولا اللي باش يعمل اكثر خدمات في المنطقه ذيك، اللي باش يعمل مشروع معناها تبقى المواصفات معينه. نحن وقت اللي خذيناها معناها بصيغه مراكنه، ولكن نحب هنا نشير الحاجة اللي ماناش الأولانيين، خاطر كانت تتعطى مراكنة وتعطات البرشة من الناس. على كل نبدينا في الكارير، وانتر توم معناها صارت لي مشاكل مع الرئيس الأسبق، تقريبا شر الشعب التونسي الكل يعرفها، حكاية معناها سمعوها التوانسة بعدة فيرسيونات، معناها صارت لي مشكلة ذيك، ما ولا ثم كي شبه العيدة ما عادش يحملني، وأجبرني باش أنا والشريك الأولاني اللي عملنا بروموسيون إيموبيليير باش نفضوا شراكة. دونك شريكي هذا مشيت وقتها قلت له تو بحكم اللي صار واحد يلزمنا كل حد يمشي على روحه، اشترى صالح قال لي بون الشركه نتاعي انا تو نعطيك بايك وكل حد يمشي على روحه، وخذيت معناها ينسوم معينه، فهمتني، وخرجت على روحي كل حد مشي على روحه، وقعدت نخدم في الكارير. وقتها بديت نحضر باش نعمل بروموسيون ايموبيليير انا بدي وحدي ابارونتيير، فهمتني. وقت الحق المجال الخبرة متاعي معناها في الأعمال ما كانش كبير ياسر، وما كانتش عيني محلولة بصيفة بعد اللي صارت، خصوصا بعد 2002 قعدت مشاكل ذيك مع الرئيس مأثر على برشا حاجات. خذيت وقتها ثم
طلب عروض على بيع قطعة أرض في الكرم. شريت القطعة ذيك، طلب عروض بصورة قانونية، وبديت مباشر معناها في الإجراءات متاع المخطط متاع البناء والواحد ومن هنا، ونخدم اونترتون هكا حاجات ظراف. في غضون سنة 2004 تعرفت على شخص معين جاني، معناها أنا نعرفه كان يخدم مع عمي الأولاني ومن بعد مع عمي الثاني ومن بعد خدم شوية مع أخويا ومن بعد خدم مع رجل عمتي. جاني عنده مشكلة في الديوانة، عملوا له محضر ديواني ما يقارب 20 مليون دينار، هو وزوز من نسخين. جاني الحق يبكي ومن هنا، وقال لي راني تعرضت للمظلمة ويلزمك تقف معايا وبش يحطموني وبش درشوه وبش من هنا، وانا مستعد اللي تحب عليه كله من هنا ونعطيك فلوس. قلت له انا ما ناخذش معناها فلوس، الحق متاع ربي، فهمت؟ كان تحب نخدم مع بعضنا، نعرفك انت معناها انسان ديناميك ودي قردي، نخدم مع بعضنا. قال لي نخدم معك، ما نخدم مع حتى حد، نولي نخدم كان معك انت، انا نولي ظلك. قلت له باهي، توكلنا على الله. كلمت وقتها عمتي، فهمتني، رفعت لها الامر بطريقتي انا الخاصه، نحاولوا المحاضر الديوانيه ومدير الديوانه تنح، فهمتني، مدير الديوان علي طرابلسي وقتها نحاول، وجابوا مدير الديوانه جديد اللي باشر حتى البريسك 2010. دونك السيد هذايا ولا يخدم معايا معناها بور دو بون. دخلنا نخدمه في البنان. البنان بصيفته كان معناها برخص تراخيص تعطيهم الدولة كل عام قبل شهر رمضان، وقتها عامتها تحرر بحكم الاتفاقية اللي موجودة مع الاتحاد الأوروبي. دونك تحرر البنان. السيد هذا أنا وياه مشينا كرينا فريقوات وسيطرنا براتيكمون على تجارة البنان، سيطرنا عليها. كنا نخلصوا في الأدايات، نخرجوا في كراذن البنان معناها متاعنا بعدادها الصحيحة، ولكن نحن كنا مسيطرين على السوق، نحن نحكم وقتاش البنان فيه عملية طويلة، معناها تدخلوا للفريقوات تصب عليه الغاز باش يطيب، فهمتني، ومن بعد تخرجوا معناها تبدا عندك الوحدات متاع التوزيع، السيركوي متاع التوزيع متاعك والناس اللي تشري. ثم ناس وقتها كانت تقول اللي عماد طرابلسي يجي في البنان ب 900 فرنك، مش صحيح. هما ثم ناس اخرين كانوا حبوا يدخلوا في الكرينو هذايا، ولكن بحكم اللي هما ما عندهمش الفريقوات، وبحكم زاد اللي هما ما عندهمش خبره، مشاو وشراو ثم بنان كانوا يشريوه من الافريق. البنان متاع الافريق التوم متاع السكر فيه عالي ياسر، دونك براتيكمون يطيب فيسعه فيسعه، فهمتني. والسيركوي دو ترونسبور اللي من الامريك لاتين، مالغري الامريك لاتين ابعد من الافريك، ولكن السيركوي سي بلو فلويد كل السيركوي اللي متاع الافريك. دونك الناس اللي كانت تجي في البنان من الافريك كان يطيب لها في الثنيه. دونك تضطر هي وقت اللي يدخلوا للسوق تضطر باش تبيعه بسومه وبقل من سومه باش ما يخسرش، خاطر بنان ديجا ماهوش فرد كاليتي، ماهوش فرد كبر متاع البنان متاع الشيكيتا وامريكان فروت. دونك هذاك علاش البنان كان يجي رخيص، ساعه ساعه واحد يجيب كيف ما نقولوا، سيرتو هما ما كانوش، نحنا كنا مثلا نعرفوا نعدلوا السوق، كنا ناخذوا مره 15000 كرذونه، مره 5000، مره 20000، مره 100000. علاش؟ خاطر نحنا كارين الفريقوات زاد. دونك العمليه متكامله منا باش نربحوا في البنان، ومنا زادة باش نخلصوا صوم الفريقوات والخدمة تقعد ديما تمشي، فهمتني، حبل على الجرار. ثم ناس مثلا كانت يجيب لك 300000 كرذونة ماشي في باله هو غدوة باش يستغنى. 300000 كرذونة من الافريق انت ديجا باش تهبطهم في بورت، يحب لك على القليلة جمع 10 ايام، هذا اذا كان البورت يبدا الكل على ذمتك. جمع 10 ايام هذوما ديجا البورت هو بنان الافريق عمره 20 يوم. قبل ما يطيب، إذا كان يعدي هو 15 يوم في البحر وجمع 10 أيام في البرد، ديجا طاب وهو على البابور، قداش تبيعه؟
حتى كان بصير فوز ديكلاراسيون ولا باش يصير تهريب، باش يصير تهريب بصفه قليله، على خاطر منظومه المراقبه اللي في البورت ماهيش معناها مؤسسه بركه ولا هيكل بواحد ولا مصلحه واحد، فما خمسه ولا سته منظومات نتاع مراقبه. الترافيك اللي كان يصير مثلا في البنان، كنا نحن مثلا نعطلوا كي نسمعوا بحد مثلا جايب هو بنان ونحن جايبين بنان، نعطلوه هو نخليه له بابوره في الريت، فهمتني؟ والا نحطوه في كي بعيده فين الماكينه المكسره حتى اللي نخرجوا نحن كماينا. ونحن مثلا كانت الديوانيه اللي تخدم معانا تكرس نفسها كان على البابور نتاعنا، مثلا نقول له انا عندنا 30,000 كرذونه لازم خذينا 100,000 كرذونه لازم نخرجوا 30,000 كرذونه كل يوم في ظرف 3 ايام نكملوه. الديوان الكل معناها تخدم كان على الشيء هذا، يعطلوا مصالح برشا من الناس، تقف الامور الكل ونخرجوا كان سلعتنا نحن قبل الناس كل، فهمتني؟ وكانوا معناها سيركوي معروف كيف ما قلت لك. وصار ترافيك نتاع بنان معناها كيف ما قلت لك، معناها مش ماهيش صوره انا ساعه البياض، صار ترافيك نتاع بنان ساعات معناها كي تلقى معناها فرصه باش على 200,000 كرذونه باش تهرب 20,000 كرذونه بليش، كنا نعملوها كانت تصير، فهمتني؟ 20,000 كرذونه فلوس، مي هاني قلت لك 1000 كرذونه تقريبا ب 17,000 دينار، كي تحط انت 20,000 هذوما 300,000 دينار بريسك. الناس تقضي لك المره الاولى بالاسم خاطرك فلان الفلاني، ما المره الثانيه كي راك انت تصور يطمع حتى هو بشيخ وبايو، فهمتني؟ كل مره قديش، وانا الحق متاع ربي نعرف روحي اللي كنت سخي جدا جدا، نعرف اللي الديوانيه مثلا كي كنت نبعث جماعتي انا باش يخلصوا يقولوا لهم ليك يجي المعلم يخلصنا هو، خاطر يعرف هذاك مثلا باش يعطيه طون انا باش نعطيه 4 ولا 5 مرات، فهمتني؟ كل مره كيفاش، كل مره كيفاش انت انت والخدمه. ساعات بالنسبه لاربعه ديوانيه مع بعضهم نعطيهم 30,000 دينار، نعطيهم 20,000 دينار، ساعات كي تبدا الكونتينر مثلا ولا السلعه ما فيهاش ربح ياخذوا كل واحد 1000 دينار 1000 دينار. هما بيدهم يحسبوا، هما بيدهم يحسبوا، يعرف الكونتينر قداش تجيب. وهذا هي معناه اللي حبيت نوصل له، معناه بعد البنان دخلنا في كرينوات اخرين، دخلنا في الكليماتيزورات، دخلنا في التلافز، دخلنا في البارابولات، فهمتني؟ دخلنا في برشا كرينوات الفاكية، فهمتني؟ توسكي معناها لي بيزوان نتاع التونسي في سيدي رمضان، معناها فما حاجات موسمية معروفة، فما سلع كانت تاخذها ناس معينة، فما مثلا ثم سلع اللي هي نتاع السوق الموازية نتاع سيدي بومنديل ومتاع المنصف باي ومتاع سوق الجم ومتاع سوق ليبيا، ذوما الفاكهه مثلا والمواد المدرسيه والكيف ما حاجات ذوما. ثم مثلا كليماتيزورات تاخذهم شركات معينه، شركات بسميها وعنده ريبريزونتاسيون مثلا تلقاها نتاع الماركه الفلانيه، هو كي باش يجيب بطريقته الخاصه باش يخلص واداياته ودرس، ونحن نجيبوا له مثلا يتفاهم معنا باش يجيب 500 كليماتيزور هذوكم نجيبوهم له على جنب، فهمتني؟ اقل اداءات كوم كوا بيان سور السيستيم، تعمل شركه كوم كوا اللي انت عندك شركه هنا مصنع بتاع تركيب وتدخل تحت سايله القانون بتاع التركيب، وتعرف التركيب اداءات رخيصه ما فهمت، خصوصا تحت سايله القانون 72 كوم كوا اللي انت معناها باش تركب وباش تعاود تصدر، اور ما فماش هو التصدير، نحن نصدروا في النحاس بالمقابل، فهمتني؟ معناها تخرج النحاس في بلاصة الكليماتيزورات، والكليماتيزورات هذوكم ياخذهم فلان الفلاني، فهمتني؟ ويعرضهم هو على أساس اللي هما جايين معناها تحت القانون نتاعو هو وتحت الرخصة نتاعو هو، فهمتني؟ هنا اللي تصير الترافيك نتاع الأوراق والواحد. ونعتقد اللي الشيء هذا مازال صاير، خاطر أنا عندي ليزيكو نتاعي نفس المنظومة قاعدة تخدم. تونسي
كي يبدا عنده مثلا الباب هذا ويعرف روحه مثلا الباب هذا باش يدخله 100 مليون وهو عاجز باش يدخلهم ل 100 مليون، يجيك ويعرض عليك الشراكه ويقول لك راهو نجموا ندخلوا 100 مليون ويجي نقسم. غدوه انت تستعمل نفوذك وتولي تدخل في 150 يعاود يولي يرجع يحسب وحده، يتحسر، يقولوا كان قعدت وحدي وكان صبرت شويه وكان درا شنو وكان من هنا ويولي يحسب. واكثريه الناس اللي شكات ثم اولاد اصل اللي ما شكاوش واللي هم عن قناعه معناها يعرف روحه ما، وثم ناس اللي معناها اللي طمعت يقول لك الفلوس المصادره باش نحصل حوايج. ثم انا حتى اللي عرضوا عليا قال لي باش نبعث بعث لي مع محامين اخرين هاني باش نشكي بيك في الموضوع الفلاني واستعرف انت واللي باش ناخذوه متى نقسموه، فهمتني؟ وما استعرفت لحتى واحد، معناها الوحيد اللي شكا وقلت له نستعرف له خاطر فلوس وهذوك ما انا خذيتهم، اعطاني فلوس اتفقنا باش نخدموا خدمه معينه واعطاني فلوس بالمسبق وجات ثوره ولموا الفليسات، دونك هذاك حقه فهمتني فلوسه لما ما قبضتهم بالمسبق. انا مين البقيه الكل ثم شكون مثلا تاع بريكورا ما بعث لي استعرف لي واللي باش نحصلوها تو نقسموه. قلت له انت ما نستعرفلكش خاطر انت خذيت حقك وزايد زايد معناه باش انا بالنسبه لي تاخذهم الدوله تاخذهم انت ما عادش عندي حتى مشكله، فهمتني؟ اما ما نستعرفش بحاجه ما عملتهاش هذه عندي انا قناعه وهذا معناها عملت ما عملتش ما عملتش. انا ساعه نقف قدام قاضي بدا يحكي لي على قضيه نقول له سيد الرئيس انا اليوم راني بعد 7 سنين اللي عملته استعرفت به، ما نجيش نستعرف حاجه ما عملتهاش. اما شركات ناسوها تحت طائله الوصفه صندوز اللي هي معناها عندي بوس ودوان كوم كوا انت باش تجيب سلعه معناها ماده خام يا اما باش تركب هنا والا باش تعمل لها معناها قيمه مضافه مثلا في الفاكهه ندخلوا فيها على اساس اللي نحن باش نحمصوها هنا وباش نحطوها في علبة وساشيات معينه وباش تعاود تتصدر بالكود بار وبالواحد اور ما فهمش منه شيء هذا الكل، فهمت؟ تدخل لهنا لتونس تقعد في تونس تتباع في السوق التونسيه ومن بعد في التصدير نصدروا نحاس، نحاس كنا نجيبوا فيه من ليبيا نخلصوا عليه طوم معين في الديوانه ويتصدر هو هنا، معناها تدخل اللي نسميه نحن الترافيك الديواني اللي صح على الاوراق ما يقولش اللي هو باش يصدر نحاس، يقول اللي هو صدر فاكهه اللي مثلا دخلوا الكليماتيزوريت على اساس نحن باش نركبوهم هنا وباش نشركوا اليد العامله التونسيه، فماش معمل فما ديبو تدخل الكليماتيزوريت كامله مركبه حاضره باش تمشي لوجهتها ونخرجوا النحاس وفي الاوراق يتحطوا كم كوارا وذاك كليماتيزوريت تم تركيبها في تونس وصناعه ما فهمش منه، فهمتني؟ هذا هو معناه الترافيك اللي كان يصير واللي الناس كل كانت مشاركه فيه، معناها مش راهو الشيء هذا يحكر على عائله الطرابلسي ولا عائله بن علي، ثم مؤسسات اقتصاديه كبرى كبرى كانت تجيب في الكليماتيزوريت وحدها من الاول كانت تستعين بزيد وبعمر ومن بعد هما ولاو يجيبوا وحدهم ويجيبوا يحلوا ديبوات خاطر القانون نتاع باش تحل دب والواس وصندو ساهل ياسر، فهمتني؟ اذا كان عندك شكون انت في المنظومه الديوانيه الرقابه ما تتمش نورمالمون، كي باش تقول انت باش نحل معمل انا ما ثم ماكينات وفما ما ثماش رقابه تحل دب وساعات الدب يبدا فارغ ما في شيء والاغلبيه الدب يبدا فارغ، ثم مؤسسات كبرى تحل دبوات هي وحدها ببطاقات تعريف نتاع ناس ميته، فهمتني؟ وهذوما معناها رجال اعمال معروفين راهو توا تراهم في التلفزه والتوا في الكوره والتوا في الواحد، فهمتني؟ ويدخلوا مازال يدخل في الكليماتيزوريت ويدخل في الاسانسورات ويدخل في الاسانسور زاد على اساس الاسانسور باش يتركب وباش من هنا وباش يزيدوه قطعه من تونس ما فهمش منها. الاسانسور يدخل للسوق التونسيه وكيف ما قلت لك المنظومه هذه عندي ليزيكو نتاعي مازال تخدم هي بيدها، بالعكس قبل كانت فما رقابه وفما خوف من سلطه بن علي ومن رقابه بن علي خاطر بن علي كان يراقب في كل شيء كان يتبع في كل شيء. اليوم مسيب اليوم الكونتينرات اللي كانت قبل معناها ساعات ثم كونتينرات كيف ما المعسل والا الويسكي ولا كانوا هذوما صعيب تخريجهم من الديوانه. اش كانوا يعملوا لهم؟ كانوا يعملوا لهم سيستيم دو ريغروبمون. يتحطوا في الديوانه على الكي يتنساو
كومكو هذه سلعة معناها للإعدام، ويجي معناها المراقب الديواني يعمل جرد في عندي كونتينر ويكتب اللي يحب، يقول عندي كونتينر مثلا ذوما طرف فريب وذوما سلعة بانال الحكاية فارغة وذوما دراش هو، وباش يتباعوا في مزاد علني للي باش يعطي أكثر سوق. المزاد العلني يتحط في جريدة ما يقراها حتى حد، معناها جريدة تلقاها ساعات في جريدة في شيرة صفاقس، جريدة جهوية ولا جريدة في شيرة نابل، جريدة ثقافية اللي ما يراها حتى حد. ويصير ويجيوا الأربعة من الناس اللي هو متفاهم معاهم وتتشري السلعة ذيك مثلا كيف ما نقولوا 30 كونتينر جروب ما فهمتني اللي هما معناها توفنو، يتشريوا مثلا بسوم معين ب 30,000 دينار، وهما ديجا تلقى فيهم مثلا دو كونتينر معسل، كونتينر معسل وحده فيها 450 مليون ربح، سورتو وقت اللي تبدا قبل رمضان، ولا كونتينرات رامي، الرامي يصنعوا فيها زاد في الصين، فهمتني، ولا ويسكي، عدا ويسكي فلوس، ولا دخان، هما في وقت من الاوقات، انا الحق ما خدمتش. اما ثم جماعه كانت حتى المارس انتير تصنع فيه في جبل علي في الامارات وتصنع فيه في الصين، مارس انتير التونسي، وكانوا عندهم اتفاقيه مع معناها طواطئ مش اتفاقيه مع المدير الرئيس المدير العام للرنتيا القديم، يقطع هو الانتير هنا من تونس كوم كوا ما ثماش وفما ازمه وما عندوش انتير، وهذه بدات حوالي في سنه 2007 2008 حتى لين يدخلوا هم سلعتهم فهمتني، وبعد يعاود يتجدد المارسانتير ويعاود يتجدد الواحد. من عام 2004 دخلت في الكرينو نتاع البنان ونتاع الترافيك والكونتربوند، وسورتو اللي تحلت معنا الحكايه ولات الباب ولا على مصراعيه فهمتني، الناس كل اللي تخدم في الدومين هذايا، الناس كل بقدوم برشا، صارت برشا تسهيلات، فما عناصر ديوانيه كانت مبعده كي قربت البورت رادس وبورت بنزرت، ولات هي معناها تسمسر، حتى اللي ما عنده حتى علاقه يعيطوا له ويجا يولدي نخدموا معاك ونوريوك كيفاش ونسهلوا لك. وفما برشا شركات تحلت على اساس راهو هذيك نتاع الترابلسيه ولا نتاع بن علي، هما ماهمش نتاع الترابلسيه ولا نتاع بن علي فهمتني، ولكن شكون اللي باش يفرز وقتها؟ شكون اللي باش يفرز وقتها؟ ما فما حتى حد باش تقول انت كميون هذا نتاع بن علي، شكون باش يلوج عليه ولا هذا كميون نتاع. انا مره كلموني في الليل تقريبا ماضي ساعتين نتاع الليل، قالوا لي راهو عندك كميون موقف في الثنيه. كلمت وقتها واحد من اللي سميتهم لكم المره الاخرى اللي هو كان لاهي بالبي اس ال، قلت له شبيك وقفت لي كميوني؟ قال لي مش كميونك. لا قلت له كميوني هاو، كلمني فلان قال لي راهو كميونك، سيب الكميون مشى الكميون على روحه. من غدوه مشيت انا، طلع مش كميوني فعلا، مش كميوني انا. كلمته قال لي ماني قلت لك مش كميونك، راهو كميون نتاع حد اخر، وانت قال لي دخلتك هيك انا. قلت له اللي غلطني زميلك اللي من بعد اللي من بعد ترشح للرئاسيه. دونك في 2005 دخلت نخدم في دومين واحد اخر اللي هو بيع المواد الكحوليه، ترخيص، الرخصه ما كانتش نتاعي كانت نتاع واحد اخر الله يرحمه. دونك دبوا في البحر الازرق هنا، معناها الخدمه كانت ما كنتش نتصور ان اللي الناس معناها تشرب بالصيف هذيك ولا القبال بالصيف هذيك فهمت على المواد الكحوليه. دونك في ظرف سنتين لقيت نفسي مسيطر تقريبا على 30% من السوق التونسيه في معناها بال بال بالسيركوين نورمال، وكذلك حتى الناس اللي تبيع في الخمر خلصه يسميهم فهمتني. دونك كنت نبيع في بنزرت، كنت نبيع في تونس في القروان زغوان، وصلت حتى نبيع في ليبيا، عندي جماعتي في ليبيا اللي كانوا مسيطرين هما غاديكا. دونك ندخلوا كمين كمين
دخلوهم من ليبيا. هناك وقت اللي وليت في نبيع في الكحول الفلوس كانت ميزاب متاع فلوس. دونك الفلوس هذية براتيكمون بما أني نصب للبنك كل يوم فلوس، من الأول كنا نصبوا في حكاية فارغ، من بعد وصلنا معناها في الويكاند نصبوا في 500 و600 و800 مليون، والبنك ولات حاطت لنا الكرهبة البلندية على ذمتنا معناها. خصوصا وقت اللي من بعد شريت الشركة الثانية، ثم شركة اللي هي سوتيرف في الشرقية كانت متاع واحد زاد الله يرحمه، عرضها للبيع عليا، كان عندي اكسبير كونتابل حبيبي جاني قال لي انت ماك تخدم في الشراب واحد ومن هنا هاو ثم شركه راهي قيمت الذات برخصتها ومن هنا والرخصه فيجا خوذها وراو مولاها معناها مرض وكبر ولده ما عادش يحب يخدم في الدومين اش قالك تخدم، وخذيتها الشركه فهمتني خذيت السوتيرف. دونك ولا عندي دبو نتاع البحر الازرق والدبو نتاع الشرقيه. دونك قلت لك ساعة في الويكاند نصب 800-900 مليون للبنك فلوس. وقتها البنوك الكل معناها ولات فاتحة ذراعيها، مرحبا بيك الكريدي اللي تحب عليه غير يجي صب الفلوس عنها فهمتني. وقتها أنا براتيكمون بصفة فعلية دخلت في مشاريع كبرى، عملت وقتها بريكوراما، شريت السوتيو ديف اللي هي شركة مقاولات، وحتى في البروموسيون موبيليير كنت نمشي واحدة واحدة. دونك تسنى لي باش نشري أراضي أخرين وباش باش ناخو أراضي وباش نخدم مشاريع أخرى. بالنسبة وقتها أنا البروجي الكبير اللي بديت فيه هو بروجي بوريفاج. بالنسبة لبروجي بوريفاج ما فيش مشكلة كبيرة، خاطر هو أصله أرض تاع دولة والدولة عاملة عليها نزل، والنزل هذا معناها قايل للسقوط فهمتني، وصار عليه مؤتمر عدلي واحد. وفي الوقت اللي عام 2001 تأسست بلدية الكرم، خاطر هي كانت الكرم تابعة بلدية حلق الواد. بلدية الكرم من جملة الموارد نتاعها اللي حبت تعملها كونها تبيع الأرض نتاع بوريفاج باش تصور مدخول. وإفكتيفمون معناها أنا شاركت في الأبيل دوفر وقع علي العطاء المرة الأولى والمرة الثانية، خاطر صار العطاء المرة الأولى والمرة الثانية. بما أني أنا المرة الأولى وقت اللي شاركت في العطاء شاركت باسم شريكة، كان معايا شريك، وبعد كيف صرنا شريكة قررت أنا باش ناخذ الأرض هذه. كي مشيت أنا البلدية واقترحت عليها باش تبدل لي باسمي قالت لي يا تاخذوا باسم الشريكة هذيك، ما كانش إلا العطاء الكل معناها يعتبر لاغي. وفعلا لغاوه وخذاوا 34 ألف دينار معناها اللي حطيتهم المرة الأولى خذاهم هكاك. وتشاركت في العطاء المرة الثانية وزدت في السوق وعاود رسى علي العطاء المرة الثانية. وثم معناها الديار متاع عم المنجر ريحي الله يرحمه شريتهم من عنده بصفة قانونية وما غير حتى ضغط وما غير حتى واحد، خاطر بصفتي أنا الجماعة معناها متربي معاهم ونعرفهم وحبيبنا، بعثت لهم قلت لهم راني باش نبني من هنا وانا نعرف اللي عندهم مده ما عادش يطلعوا يتخلعوا غاديك فهمتني. دونك بعثت لهم وقلت لهم كان تحبوا تبيعوا لي، قالوا لي ما راهوش حتى مانع، هاو السوم الفلاني كان يساعدك. وفكتيفمون شريت وتوكلت على ربي وبديت في البروجي هذاك، وبديت في بروجي واحد اخر زاد في عين زغوان فهمتني. وهذه هي معناها دونك في البوريفاج ما عندي حتى مشكله، وحتى البراتل في حلق الواد ما عندي فيها حتى مشكله. ذي البراتل مشكله من معناها ارض ذي على هذا احدنا مع علمي معناها الارض ذي ترجع للملكيه البارون ديرلونجي والناس اللي ساكنه فيها وكيل، وفيها تقريب 9 عائلات بركه يملكوا، البقيه الكل ما يملكوش، البقيه كري من تحت كري من تحت كري. وهذه مشكلة عند القضاء التونسي من سنة 78، والدولة رابحة الجماعة ذوما من عام 78 معناها، وتبقينا قاعدت لها إشكالية في التنفيذ. هما كل مرة يستينفوا وكل مرة تصير إشكاليات في التنفيذ. وأنا كنت نائب رئيس بلدية عام 2005، وبعد من عام 2006 صار لي خلافات مع رئيس البلدية بنفسه، دونك ما عادش نحضر في المجلس البلدي.
عام 2007 تحل المجلس البلدي، تحلوا ثلاثة بلديات وقتها. وقتها كان تذكروش بن علي وعبد العزيز بن ضياء هبطوا لعين زغوان، يلقاو ثم فسقية بنيتها الدولة بما يقارب 600 ألف دينار، يلقاوها كلها مصابين فيها حشاكم الزبلة والمخلفات متاع مواد البناء. بجرة قلم معناها حل المجلس البلدي متاع حلق الواد، وحل معاه المجلس البلدي متاع حمام لنف، والمجلس البلدي متاع السيجومي تقريبا الوردية، فهمتني؟ والنيابة الخصوصية اللي جات وقتها، واللي هي مش نيابة خصوصية خاطر صارت كل الانتخابات زعمة وعينوا مجلس بلدي جديد اللي كان الرئيس متاعه سيم علي. وقتها عام 2008 صارت الدولة قررت باش تنفذ على جماعة البراتل، ونفذوا عليهم، تبقينا في التنفيذ، نفذوا عليهم الأربعة متاع الصباح تقريبا، هبطوا عليهم وطيحوا لهم الديار. الغلطة اللي صارت معناها طيحوا لهم الأربعة متاع الصباح، معناها هبطوا لهم الأربعة متاع الصباح الطامة والعامة باقتراح من والي تونس ومن وزير الداخلية ومن معتمد حلق الواد وقتها هذاك، هاي نطيحوا لهم توا، فهمتني؟ بيان سور هذا تم بموافقة متاع الرئيس، خاطر ما تصيرش عملية كيف هكي، خصوصا لحلق الواد قريبة معناها القصر الجمهوري، ما تصيرش عملية كيف هكاك معناها حتى حد ما في باله. وقت اللي قلت لك قبيلة بن علي الإبرة كي تطيح في بلاصة يبدا في باله بها ويتابع فيها دونك طيحوا لهم. بالنسبة للموظفي الدولة هذوما ناس عندهم كي البورصة، بما أنهم كلهم كانوا منخرطين في التجمع وفي كلونات وفي لوبيات معينة، دونك عندهم البورصة، يعرف شكون اليوم الكوتا نتاعو طالعة وشكون الكوتا نتاعو هابطة. ونحن براتيكمون في أغلبية الأمور الإدارية والواحد كنا معناها نستعملوا القانون مطية، نمشي لك من الجانب القانوني، حب رخصة الرخصة نبعث لك الأوراق أون بوني دي فورم، فهمتني؟ نحب مثلا توكيل نبعث لك توكيل أون بوني دي فورم، معناها في الأمور القانونية ما قليل فين تلقى معناها ديفايونس، فهمتني؟ تبقينا وين المحاباة؟ غاديك هو اللي كنت يسرع لك يقضي لك في ساعة في ساعة، غيرك يخليه معناها في القجر ما يقضيلوش، فهمتني؟ هذه هي. وكيف ما قلت لك عندهم بورصة، معناها زيد يعرف فلان، فلان يعرف فلان، وفلان يعطيه الزبدة شفما. اليوم الكوتة متاع فلان طالع أكثر من اسكل، اليوم مثلا كي جاي صخر الماتري، ساخر الماتري الرئيس يحبه مقرب وراجل بنته المحبوبة واللي تحب انت، ما ثم واحد مثلا يجي يقول ساخر الماتري هذه ليه ولا ما نقضي لك شوتين، هما يكلموه الصباح، فهمتني؟ وهما كان لازم يبعثوا له مشاريع، وهما كان لازم يبعثوا له ناس اللي هي حاجته. تو الناس تشكي تقول لك انا ضغطوا عليا باش دخلت شريك، سي با فري خي، نحن كانت عندنا بورصه مثلا نعرفوا هذه الشركه الفلانيه ولا هذه الشركه الفلانيه وانا نحب ندخل الكرينو هذا باش نفك لك، لا سي با فري. اما ثم ناس يكون عنده تعطيلات ولا عنده نقص تمويل ولا عنده مشكله يجيك من الاول يحلك في الجنه ذراع، يا خويا يخدم معايا وانا دراشوه وانا اخوك وانا اللي تفصل انت وتخيط انا نلبس وانا دراشو. بعد ما صارت الثورة واحد ولات الناس طامعة، قول لك فلوس مصادرة ونضرب باي، فهمتني؟ ولا ضغطوا علينا وفكونا بالسيف وخذا لي بالسيف، بون صارت راهو مشاكل. ثم ديكا صارت، ما قولكش ما صارت ديكا، ثم شكون تلقاه مثلا مشروع الفلاني حلت له في عينه، تنجم تكون وضغطت على زيد وسكر عليه مع البنوك، ولكن هذا تعرف انت شكون اللي نجم يعمل؟ هذوما ناس على مستوى كبير ياسر، اللي يحكم في رؤساء البنوك ويحكم في الابي ويحكم في الوزير ويحكم في اللي يحكم في الوزير. دونك المسؤولين هذوما اليوم اللي يحب يتفصم المسؤوليه كومبليتمون ماهوش صحيح. هو عنده البورصه ويعرف على شكون يتك.
أنا نثبت مثلا على وزير في وقت من الأوقات كان صاحب سليم شيبوب، بعد ولا صاحب جميع آخرين، بعد ولا صاحب بالحسن، بعد تك على صخر الماتري. وسأل الوزير هذا معناه من حقه هذا مثلا وزير طردوا بن علي التسعة متاع الصباح من الخسر، سبعة متاع الصباح عامل مجلس وزيري طردوا، فهمتني؟ وصاي جماعة قالوا تنحى، وكلمني حتى بي دي جي قال لي يا اخي اش بيك ما في بالكش فلان راه طرد وهو باش يتنحى، والبي دي جي هذا كان طامع باش ياخذ المنصب نتاعو، فهمتني؟ كلمته قلت له اسمع صوفي تبيع برزانة راهو صاحب صخر، ومن هنا المثلثة نتاع العشية تحيا ناس وتموت ناس. وتو نشوفوا الحكاية. لا قال لي مادام سيادته طردوا يا ولدي، قال لي ما يلعبش، لا إله إلا الله. قلت له إفكتيفمون الراجل خرجت فيه نوتكم كوا هو طرد واحد، الرئيس من غدوة لا بعد غدوة استقبله هو مقابلة معناها خاصة، تعرف معناها كي قابلك ابن علي في البير ويعرضوها في التلفزة معناها راضي عليك، معناها ملي طردوا قلت البارح الصباح اليوم الصباح قابلوا كل بي دي جي كلمني قال لي والله عندك الحق. قلت له الناس هذوما راهو يعرف مع شكون يلعب ويعرف على شكون يتك، تك على صخر الماتري طردوا ابن علي السبعة متاع الصباح، كلم صخر مشى يشرب حذاه القهوة ثمانية ونص، بن علي رضى عليه ما ثلاثة متاع العشية. نعرف اللي هذية مثلا التلفزة عبدو ابن عبد الله، حتى كي الرئيس نحاه في وقت من الأوقات بعدوا على الإعلام وواحد من هنا وحطوا في الخارجية هو يحكم في الإعلام، فهمتني؟ حتى كي ديما معناها ثم مثلا مستشارين عندهم جبة معينة، ذيك الجبة ديما تقعد تبعتهم، فهمتني؟ كي تقول مثلا الإعلام تقول عبد الله بن عبد الله، ما تقولش حد آخر. دونك ثم موضوع واحد اخر اللي جبد لي عليه الاستاذ نتاع السكك الحديديه الخطوط السريعه هذيك اللي باش تعمل اللي توا مازالوا في البروجي. وقتها خرج سياسيين بعد الثوره مباشره وقال لي انا معناها كشركه شركه سوتيوديف بالشراكه مع شركه تكنيكس اللي هي شركه ذي، قال هو اللي شركه تكنيكس شركه وهميه واللي نحن عطينا عرض غير جدي، عرض متاعنا يتمثل في 57 مليون دينار وشوية. أولا نحب نقوله اللي شركة تكنيكس هي خامس شركة في العالم. وقت اللي دخلوا شركة معايا جماعة ذوما على البروجي هذا، هم يحبوا يحطوا موطأ قدم في تونس وموطأ قدم في ليبيا، اتفقت معاهم قلت لهم ربي يحطوا السوم معناها ديري زوار، ما تحطوش حاجه كبيره، البروجي ومو ترونش الاولانيه ناخذوها معناها بسومها، خلينا ندخلوا للسوق ومن بعد يعمل ربي دليل بعد نوليو دونك الاسوام اللي تحطت حطوها ناس مختصه، حتى في السوتي ديف معناها اللي عندي ناس مختصه ناس مهندسين. الحق وقت اللي رسى علينا العطاء معناها قالوا لنا راكم لو موان دي زون انتم 57 مليار واش واللي بعدكم راهو في 87 مليار، انا بدي تفاجات، فهمتني؟ ولكن ما تفاجأتش برشا خاطر الناس اللي حطت السوم ناس معناها هذه خدمتها ماهيش ناس هويت. كلمت وقتها عندي كان مدير يخدم معايا، كلمت قلت له سي خالد كيفاش الحكاية معناها بعد على بعضنا نحن سوم، قال لي ما قلت ما تحطوا السوم كبير ياسر راهو حاطين من با 7% ربح، فهمتني؟ وراو كي تجي نوريك بارا بلوس بي. وفكتيفمون مشينا جاب لي الاسوام نتاع لوتيكا، خاطر تعرف ثم اسوام ريفيرونس لوتيكا مثلا في مجال المقابلات تصدر لك الاسوام اللي يتعاملوا بهم الشهر هذا ولا التريمستا هذه، التوفونون بسوم معين، الحديد بسوم معين، فهمتني؟ دونك وراني الاسوام معناها براتيكمون اللي نحن حاطينهم براتيكمون اسوام معقوله وعاديه، اسوام لوتيكا فما حاجات تحطت بسومها فما حاجات تزادت عليها معناها المندوفر كيفاش كي توفنو مثلا
برودوي فيني سيمونتي ولا بالواحد هاو كيفاش قداش يولي سومو فهمتني. دونك لا سويم كانت معقوله جدا. تبقينا وراني كيد شارج فما الشابيتر سي معاود مرتين. قال لي هذه ما نعرفش يا غلطه معناها عاملينها هما يا حاجه عاملينها اكسبري. انا نجيك مثلا نقول لك البيت هذه على ذكر البيت هذه اللي نحن تو في سجن المرناقية فهمتني بيت حلو. نقول لك مثلا البيت هذه باش تدهنها لي وباش تعمل لي البيبان كابيتوني وباش تعمل لي الريدوات هكا وباش تعمل لي هكا ونحب الطاوله غادي ونحب القاعده هذه هكا موجوده ونعاود نعاود لك في الشابيتر سي نقول لك راه نحب البيت هذه نحب البيبان كابيتوني والبيبان بالريدو والشبابك بالريدوات هكا والكولور هذه والبيرو غاديك والقاعده هذه معناها سي كوبي كولي. يا اما انت تقول هذه غلطه والا تقول له كيفاش غلطه هذه ضمنوها. مشينا عاودنا شرينا الكيد شارج باسم شركه اخرى. قلت لهم برا نمشيو نشريو كيد شارج بالكش الكيد شارج نتاعنا نحن بالصدفه معناها الشابيتر هذاك معاود نلقاو كيد شارج الاخرى الشابيتر سي معاود. هنا قلت له ماهيش غلطه ماهيش لله بالواحد معناها غلطت عمل كوبيات بزيد وحتى هذه ثم حاجه ثم ان كلمت وقتها السيد وزير النقل اللي هو كان قلت له راه عندكم الشابيتر سي راه معاود راه فما غلطه خاطر هو كلمني قال لي شنو السوم هذا اللي حطيته وهذا يسوم بلاش قال لي باش تخدم هو اقل من بلاش وباش تخسر. كلمته انا قلت له راني قعدت مع جماعه مع تلاين وقعدت مع جماعتي راه عندكم الشابيتر سي غالط معاود وفرضا اللي شابيتر سي اللي تحكي عليه انت باش نزيدوه قداش باش نزيدو. قلت له باش نزيدو 9 10 مليار دويات باش نخلط ل 67 68 ماهوش ال 87 اللي تحكي عليها جميع الاخرين واحد في ال 87 والاخر في ال 94 94 والاخر في ال 98. قال لي اسمع هذا مش كلام تاع تليفون كي تجيني تو نحكي كلمة كي تجيني فهمت انا اللي كي مشيت له قلت له معناها. قال لي اسمع انت علاش القلق ومن هنا وباش دخلنا بعضنا تو باش نعاودوا نرفعوا نحن للبنك الدولي باش نقولوا له راهو هاو النتائج نتاع طلب العروض وراهو من هنا راهو خلي باش تتحل علينا معناها بورقه وباش راسينا نعاود وباش نخسروا 10 اشهر فهمتني عاود لابيل دوفر وعاود الواحد. قال لي تعرف كيفاش تو نعمل لك انا تور دو تابل نكلم جماعه كلم فلان وفلان 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 كل واحد ناخذ لك من عنده حويجه ولك تدفع عليهم في امبول حتى يحطهم في مكتوبك وتاكل على ربي امشي على روحك فهمتني. قلت له باهي ما فيها بيس حتى نشاور جماعه تلين اللي معايا خاطر قلت له انا ملتزم معاهم اخلاقيا وواحد وصحابي ما نجمش نتخذ قرار كيف هكا ونجبد بهم. وفعلا عرضت عليهم الموضوع قالوا لي انت اللي تراه صالح نحن قالوا لي كي جينا لهنا تونس اطمنا بك انت معناها على اساس باش ندخلوا نخدموا ونحبوا نخدموا في تونس ونحبوا نخدموا في ليبيا ونحبوا ندخلوا للافريك فهمتني. خاطر قال لي جنوب الصحراء والشيرات الاخرين عندنا فيهم سياق وسود افريك هنا الافريك دو نور قال لي مازلنا ما دخلناش مليح وسيرتو قال لي الاكثريه نحن على ليبيا خاطر ليبيا قال لي توا عامله معناها انفتاح كبير وناوية تبني برشا كياسات وبكو دو تونيل وباش يبنيو برشا. قلت له نحبوا نحطوا سياقنا في ليبيا قال لي حتى تونس ما فيهاش مطموع. اذا كان انت قال لي ترام الصالح باش تاخذ الفلوس من غادي لغادي وتتوكل على الله وتعمل معناها تنازل وتقول راني غلطت تدبر راسك. الحق انا الكلام نتاع الطين معناها حز في نفسي معناها ريتو كان واحد انبك مي بضخامه فهمتني. كلمت الوزير قلت له لي راني شاد صحيح والله. قال لي تو باش راسينا نبعثوا للبنك الاوروبي ومن هنا وفعلا بعث للبنك الاوروبي والبنك الاوروبي جاوبوهم قالوا لهم ثبتونا وكيفاش السيد هذايا. قالوا لهم تقريبا السيد هذايا مش فاهم فهمتني
كلمت انا تلاين قلت لهم راهو البنك الاوروبي وراني، خاطر ما ورنيش الجواب هو اللي بعثه البنك الاوروبي، وراني كان الجواب نتاع البنك الاوروبي. فهمتني؟ الجواب نتاع البنك الاوروبي يقول لي سي با سيريو، ماهوش جدي. كي كلمت انا جماعه تلاين هما بيان سور قلت لك سي لا سانكيام اونتربريز مونديال ماهيش، دونك اتصلوا هما بالبنك الاوروبي وكلموني وجابوا لي نسخه من الجواب اللي بعثه الوزير هذا للبنك الاوروبي، معناها نسخه نتاع شلكني بلغه اخرى، معناها عباره انا وليد صغير وما نفهم حتى شيء وباش نعطلهم اكثر من كل شيء. قالوا له راهو نحن استغربنا وقلنا كيفاش تكنيكس معناها تدخل في العطاء هذايا معناها وما هيش جديه. قالوا لهم لا نحن رانا دخلنا بامور جديه وبامور واحده. كان مطلوب مني معناها كوني نجبد روحي ناخذ حويجه ونجبد روحي، خاطر الجماعه الاخرين معاملين باش كل واحد يضرب ضربته. وعلى كل هو توا صارت ثوره واحد من ما تبدل شيء، خاطر على حد علمني الناس هذيك خذيت بالاسوام هذيك فهمتني، والبود فان دار على الناس الكل اللي كان باش يمشي لها واللي عوضتها زاد. في 2006 كلمني سي علي سرياتي قال لي اخي البابور تابعك ليه؟ قلت له مش تابعني. قال لي هاو يقولوا البابور تابعك انت وانت طلعت فيه. قلت له راهو طلعوا فيه قبلي انا ديجا الناس، قلت تعرف بك يجي بابور جديد في بورت سيدي بوسعيد بار كيوريزيتي. قلت له الناس الكل الملاكه واللي مش ملاكه الكل تطلع فيه والكلهم يحبوا يشوفوه والنجم نسمي لك. قلت له انا من الصباح شكون اللي طلع وشكون اللي ما طلعش، انا طلعت يمكن اخر واحد فهمتني. قال لي عملتوا به دوره ليه؟ قلت له هو وقت الكابيتان ري قلت له باش تبدل البلاصه. قلت له انا دور اخرج لبرا. وخرجنا وين؟ خرجنا في البي هذيك نتاع ميلكار ورجعنا. قلت له خير فهمتني. وما لي راكم غاديك عليه؟ قلت له شفهم. قال لي راهو البابور مسروق، الدوله التونسيه قررت باش تسلموا. في 2007 في سبتمبر تقريبا اول نهار في رمضان، اول نهار في سيدي رمضان يكلمني سي علي السرياتي قال لي يا اخي انت مسافر؟ قلت له والله كنت ناوي نطلع انا ونسيبي باش نعملوا عمره. قال لي ليه ما تخرجش؟ راهو فيك بطاقه جلب دوليه. عندي انا مصالحي وجماعه نتعامل معاهم في فرنسا يلزمني نسفر. كلمت وقتها قلت له راني وقفت معناها وعندي جماعه معناها باش نصح معاهم كونتراتويت في فرنسا شنو باش نعمل. كلمني من غدوه الصباح قال لي جيب لي زوج تصاور واحد تنعطيوك باسبور دبلوماتيك. خممت بعد قلت له ليه ما نحبش. قلت له يا خويا انا نمشي الباسبور دبلوماتيك ويشوفني واحد يعرفني ويبلغ عليا وباش نتوقف حتى 24 ساعه باش تصير لكم فضايح لكم انتوما وفضايح لي انا لا ما نحبش. تو نتصرف عندي محامي. قلت له ايجا حاجتي بيك جاني. قلت له شو نحن ما تعاملناش مع بعضنا، انا راني عجبتني خدمتك من هنا. قلت له انت تعرف اللي عندي قضيه البابور؟ قال لي سمعت. قلت له بون تنجم تحل الانترنت ما فهم منها شيء، راهو الموضوع هكا 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 واللي جاب البابور راهو ولد عمي مش انا داير. قلت له في البحث نتاع البوليسيه البورت يقولوا لي هو جاي استقبل البابور هو وصاحبه تزيري استقبلوا البابور الخمسة غير ربع نتاع الصباح. قلت له انا الخمسة غير ربع نتاع الصباح نظر في النوم لا في بالي بالبابور جاي ولا. قلت له انا علمت كيفي كيف الناس كل اونتر تون ظهرت عدا معطيات ذرنتو البابور كي طاحهم بان في المياه الاقليمية بين ايطاليا وفرنسا باش يجيبوا له بابور نتاع اسيستونس يدخلوا لاقرب برط لايطاليا يلزم تدفع براتيكمون ما يقارب ل 40,000 دينار او انك تكون عندك اسيرونس مغطيه. هنا تعرف كل اسيرونس كم كل اسيرونس موجوده تعرفكوها وتبعثت من عنوان 31 نهج ايطاليا. العنوان هذا نتاع شركه نتاع السيد اللي كنت نشير له فهمتني، شركه نتاع فلان الفلاني من نمر الفاكس هذاك والمكالمات الهاتفيه اللي سجلوها خاطر السلطات الفرنساوية جابت ما يقارب 30 ديسك سي دي فيهم مكالمات هاتفية ما فيهمش صوتي. دونك ثبتت البراءة متاعي براتيكمون. من بعد الدولة التونسية باش تدافع على مصالح فلان وفلان
قرروا باش يجلبوا الملف من عند السلطات الفرنسية وكم كوا هنا يتحاكموا جميع هذوكم يتحاكموا هنا في تونس. وأنا أخذيت وقتها في عدم سماع دعوة والأخرين أخذوا عامين سورسي ولا عام سورسي. هزيت روحي ومشيت المطار ودخلت براتيكمون آخر واحد المطار تونس كارتاج. قبلها أنا بشوية كلمت المدير المحافظة حق يوكوك في التليفون، قلت له ألو، قال لي شكون معايا وأنا نعرف ويعرف تليفوني، فهمت اللي ثم بحذايا شكون. قلت مدام جماعة موقوفين نمشي يا خويا غادي كنا نأمن نفسي مع الجماعة خير من اللي بعد في الشارع ولا في داري ما نعرفش شنو اللي ياتيني. ودخلت برجولية ملي دخلت ما ديت لهم ما التليفون فهمتني، الباسبور ما عنديش تذكرة، بطاقة تعريف فهمتني، ستوش كله فهمتني. وداير سمير تروني مازال هو باش يتكلم، قلت له وين نقعد غادي ولا وين، قال لي برو ادخل غادي، دخلت ديريكت فهمتني. بالصدفة هما كلهم فما الكرسي الرئيسي مسيبينه كلهم مفجوعين من الكرسي الرئيسي، مشيت انا للكرسي الرئيسي قعدت فيه فهمتني، نلقى جماعة الكل مفجوع، اللي يبكي واللي مفجوع واللي درسوا. قعدنا غاديك حتى من بعد تقريبا مع الستة واش قالونا دخلوا، قالونا راهو نحن نخدموا في الوطن وراهو بن علي ما عادش الرئيس وبن علي غادر الارض التونسية وانتم راهو باش تقعدوا على ذمة الجيش حتى لين يشوفوا فيكم معناها اللي باش يصير. وفكتيفمون معناها تقريبا مع السبعة ونص ثمانية غربا متاع الليل جات زوز كراهب متاع جيش عباونا وهزونا ديريكت لقزارنة العوينة، ما هو غاديك يعديوا لبعضهم هما ومشينا للعوينة. نلقى خويا ماكل تريحتنا باش القبور والشوفير متاعو ماكل تريحتنا باش القبور، خاطر هما مشاو مع عمتي في كراهب دخلوا للمطار مطار العسكري وطلعوا جماعة في الطيارة وخلاهم هم الكل غادي، خلاهم مراد وخلاهم أمي وخويا ومرته وصغاره والشوفير متاعه. دونك ثم واحد نجده قال له شكون عماد ترابلسي، لا مانيش عماد ترابلسي، كلاو لهم قلبهم بطريحة الحاسيل. الراجل جاء ما ينزمش يمشي على ظهره. وقت اللي دخلونا نحن القاعة الشرفية غاديكا مام با درجين من زمان، جاء اللي توا في دي جيم تاع تونسير سي المنكبي، جاء قال شكون عماد ترابلسي، قلت له انا عماد ترابلسي، قال لي تفضل معنا. غزر لي خويا قال لي راهو باش يضربوك راهو، قال لي لا مقبله هما يلوجوا عليك. طلعت بداو يبعدوا في الطاوله ويهيئوا في الجو نتاع باش ناكل طريحه وباش ينزلوا عليا بالبورتكانات قعدنا نحكي وانا وهذا سي المنكبي. قال لي وانت ودرسون كتقول لي انا عامل فيها العباد، يلدي قلت له دي هي تسلي يعني بيش انا عامل في العباد وما عامل في العباد بالكلمه بالكلمه. قال لي تعرف فلان الفلاني، قلت له صاحبي. قال لي انت عندك اصحاب، انت ما عندك حتى صاحب. كيف ايه قلت له ما عندي حتى صاحب، ترى قلت له عندك نمرو انت اطلبه، كان قال لك راه مو صاحبي ناكر فيا وقتها يعمل الله بالدليل الحق. كلمه السيد ذي قال له راهو رجل مخلق ربي وراو وليدها وبراس والديك رد بالك عليه وجا ربي يحطه في عينيك وتقلبت المشامية. عاد هو اللي زاد في التليفون كلمني السيد هذا، يا خويا قال لي اسمع، قال لي تو نكلمه وراو يقرب لي وراو من هنا وتهنى وتقلبت المشامية الحق. من اللي كانت جماعة تعض في شفايفها وتحمس في رواحها وباش ناكل طريحها عاود رجع البيرو لبلاستو ورجعت الكراسي وتحبش تشرب حاجة وهو باش نكلموا جماعة كان يحبوش يعملوا تليفون. قال لي اسمع هاو باش نعملوا معك حل، عندك شي طيارة تنجموش يدبروا طيارة وناخذوركم. كان سي رشيد عمار وسي الغنوشي عطاو الموافقة برا غادروا تونس. كلمت الحق انا، عطاني تليفون كلمت جماعه ليبيه نعرفهم، الليبي قال لي ثم طياره باربعه بلايص، قلت له لا سبيل اليه نحن ديجا تقريبا جي 40
كلمت واحد صاحبي ايطالياني قال لي اعطيني البلون دو فول تو نبعث لك طياره تو سويت، ما فما حتى مشكله. دونك كلمته قال لي تو نحط لكم طياره في باليرمو، والصباح قال لي اول ما تعطيني لاكور 6 7 تكون في تونس. كلمت السيد هذا قال لي خويا انا الركات نتاعك تو نهزها اللي يعنيه الامر وان شاء الله قال لي وافقوا لكم. قالوا لنا راهو محمد الغنوشي ما وافقش، فهمتني، وهاو باش يسيبوكم باش تتعداو على المحكمه، اللي عنده حكم راهو باش يجيه للدار ولا باش يهبط يبحث. اول واحد باش يجي قضايا، بديت القضايا قضيه المخدرات، ما نيش باش ندخل في التفاصيل خاطر انا عندي 13 يوم موقوف، معناها 13 يوم موقوفين في وسط الجزر، فهمتني. كيفاش واحد يلقاو له في الدم نتاعو توم تاع 48 نونو جرام، معناها بيت البارح يتكيف ولا اليوم الصباح، فهمتني. على كل قلت التفاصيل هذوما مش ندخل فيهم. خذيت عامين سجن، استينفت انا المحامي وقتها دبر علي، قلت له فك علينا من الاستئناف. قال لي لا نمشيو في الاجراءات القانونيه وتو لاو القضاء ولا مستقل، وتو المنظومه القضائيه راهي تحرت، وذاك الحكم جوست الاولاني معناها باش يفجعوا الطرابلسيه وباش زاد الناس يشفى غليلها ومشي استينف. وهبطنا لجلسه الحكم ويحكم علي يرفع في الحكم 4 سنين. ما غضتنيش الاربع سنين بصراحه، اللي غاضني التعليل نتاع الاربع سنين، خاطر التعليل ينم سامحني عن جهل وعن خرق لحقوق الانسان، وانديري معناها في دوله ما فماش دوله. اختي اللي يقول لك نظرا لشخصيه المتهم، حتى واحد انا نتصور قرا قانون ولا عنده اطلاع على القانون ولا يحترم نفسه ما يكتب تعليل كيف نكتب، يكتب اي حاجه. اش مدخل الشخصيه؟ خلينا تتحاسب في الشخصيه ولا تحاسب في اكت ورياكسيون، فهمتني. وغزرت للمحامي وقتها قلت لك يا ولدي تقول لي قضاء مستقل، واش يا راجل؟ انا في شهر افريل تحكمت حكم ابتدائي، في شهر ماي تحكمت حكم استئنافي، في شهر جوان محكمه التعقيب ايدت الحكم. دونك في وقت من الاوقات قلت يا زيد انا هي حسبه، وانا لقيت روحي معناها براتيكمون على 365 يوم نهبط في 200 يوم للمحكمه، كما جاش نهار لحد كونجي 52 يوم هذوكم سبت وحد، 52 يوم سبت و52 احد. ثم قضيه انا هابط فيها شاهد هابط 9 مرات، الزوز المتهمين الاصليين هبطوا مرتين مرتين، وصارت المره الثالثه مكافحه بيناتهم وانا حاضر معاهم، انا هبطت 9 مرات. دونك وقت اللي من بعد حسبتها قلت هذه البيعه ماهيش باش توفى، فهمتني. هذا التحقيق ما عادش نهبط له، خليه يكتب اللي يحب. وتو كي نخلط للابتدائي نهبط في الجلستين الاخرانيين، نتحاكم باش نتحاكم، وندخل في الطور نتاع الاستئنافي وانا نعلم بالدوسي ايش فيه وايش ما فيش، ونولي ندافع على روحي من غادي، خاطر انا عندي ثقه اكثر في محكمه التعقيب. قضية الشيكات الأموال المجمدة، البنكة تبعث لك تقول لك يتعذر علينا الخلاص نظرا لأن الرصيد مجمد، دونك التهمة الجزائية إصدار الشيك بدون رصيد ما عادش موجودة، فهمتني؟ ما عادش فما تهمة، خصوصا أن الشيكات كلهم نتاع الشركات والناس تتعامل معهم الشركات، وبما أن الدولة صادرت الشركات معناها هي تتكفل بالأكتيف والباسيف. ولكن اكثر من هكاك معناها الشيك ما عنده ديلي، عنده 3 ايام ومن بعد عنده 15 يوم ومن بعد يمتد حتى 3 شهور. انا تحكمت في ظرف قياسي، فهمتني، نهبط الشيكات هذوما نتاعك صدرتهم للشركه الفلانيه والشركه الفلانيه، اي تك خذ شربك، ونلقى روحي محكوم. جملت 100 واش احكام شيكات ولا تقريبا 84 سنه. الحق متاع ربي في الاستئناف ما هو كيف أيدوا الأحكام، في المحكمة التعقيب نقضتهم لبطلان الإجراءات. فما كان سن رئيس محكمة الاستئناف وقفت قدامه قلت له راني الموضعية هكا وكا وكا، وراو الشيكات وراو من هنا وراو لجنة المصادرة والشيكات راو متاع الشركات. قال لي ليه رسلوهم ويلزمهم يخلصوا. قال لي مدام متاع الشركات يلزمهم يخلصوا. بالصدفة هو بعد بجمعتين
ولا هو رئيس لجنة المصادرة قبلها، قبل ما يمشي رئيس لجنة المصادرة بعث مكتوب للجنة المصادرة، والجلسة اللي جمع لي بعد قال لي بعثنا مكتوب وراني هكا من بعيد، قال لي راه بعثنا مكتوب ورسلناهم دونك باش نعجل لك، قال لي الجلسة هذه حتى لين يجاوبونا. الجمعة اللي من بعدها نقرا في الجريدة ولا هو رئيس لجنة المصادرة. هيا قلت تحلت المشكلة، ها وهو عنده اطلاع بالموضوع وهو ولا المكلف بلجنة المصادرة، طيب يفض المشكلة وكأنك ما حكيت حد شيء. فهمتني؟ ما جاوبوش وما ما جاوبش نفسه، معناه ما بعثش المحكمة الاستئناف جاوبها، وقعدت الحكاية كيك. ثم قضاة الحق نزهاء والحمد لله، هي الدنيا هذه ما فيها الباهي وفيها الخير. ثم قاضي وقت اللي تحكي له الحكاية ويقتنع يحاول باش يعملك العملية الاستقصائية من أول وجديد، ويبحث على التفاصيل واحد ومن هنا باش يعرف الدوسيي، ما يحكمش عليك. وثم قضاة مثلا حكم حاضر. توا معناها مع هيئة الحقيقة والكرامة صححنا توا تقريبا من أواخر شهر أوت، وأنا صححت قعدت توا السيد المكلف العام بنزاعات الدولة أحضر معنا في جلسة تقريب باش أجل الجلسات، وقعدنا لليوم معناها واقفين ما نعرفوش ويمشي يمشي الدوسي. الملخص نتاع الموضوع هي توا ثورة صارت، والقضاء والأحكام ولجنة تقصي الحقائق ولجنة والدعوات العمومية، هذا أمر معناها حاصل صار. دونك نعتذر معناها من قلبي، وماذا بيا معناها هذه صفحة ونطويوها ونرجعوا معناها الناس كلها كيف كيف، ونرجعوا خلي الواحد يرجع لسير الحياة العادي. 7 سنين حبس، وأنا كإنسان باش ما نتفصاش من المسؤولية، فما حاجات عملتهم بتاتر عن جهل، فما حاجات عملتهم بداعي الغرور، فما حاجات أخرين عملتهم بالإغراء، خاطر فما ناس زادة راو تغريك كيف ما قلت لك، يجيك ويجا نعملوا هكا وباش نصوروا راو ودراشو غدوة يجبد روحه هو ويخليك انت في الواجهة. فهمتني؟ دونك انا كإنسان عملت حاجات باهية وعملت حاجات خايبة، جيون فران للوا في حاجات، فهمتني؟ وثم حاجات اللي تبعت فيهم القانون بحذافيره، فهمتني؟ كلنا بشر وكلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. انا ما نقولش اللي انا انسان منزه ولا نبي مرسل ولا اللي انا ملايك، انا عملت فما حاجات كيف ما قلت لك عملتهم عن جهل، فما حاجات بداعي الغرور، فما حاجات بالغراء خاطر السلطه تغريك. اللي يبدا في الكياس نورمال، مش كيف ما اللي يبدا يسوق مثلا في بنتلي، نظره الناس ما تبداش كيف كيف، نظره المسؤولين مش كيف كيف، برشا حاجات تتغير، السلطه تغري برشا، تغري بالكدا بالكدا. وعلى اساس هذايا نعتقد انا اللي اليوم توا بعد 7 سنين طولت الحكاية، ماذا بي الواحد معناه يتعامل كمواطن تونسي عنده بطاقة تعريف وطنية وعنده باسبور تونسي وتولد في الأرض ذي زاد. فهمتني؟ ما نقولش اللي أنا وطني أكثر من التوانسة الكل، ولا اللي أنا مثلا ناقص وطنية عليهم، عندي في كل جانب عندي الحاجات اللي خير منهم وحاجات اللي أخيب منهم، ولكن اللي طالبه أنا بصدق معناه أني نتعامل معناه على أساس العدل والمساواة. أخويا هاني غلط وهاني استعرفت، ونعتذر لكافة أطياف الشعب التونسي، ونعتذر حتى كان الحد مثلا اللي أنا اخطأت في حقه، واللي هو مثلا يحب يواجهني ولا يحب نعوض له بطريقة ما فيها بيس. أبريتو هذه فرصة باش الواحد ينظف روحه ومعناها يتخلص من الحاجات اللي كانت معناها مكبلته ولا اللي خيبت له تصويرته ولا قلقت العباد منه. ولكن اللي طالب وانا طالب اخويا 7 سنين تعدي وهاني عديت الحبس، ماذا بيا توفى الحكايه هذه. اخويا اللي انا عملت غلط في حقه مستعد باش نعتذر له، ونعتذر له اعتذار صادق وخالص. واللي ثم حد اذا كان ضريته في حاجه وباش نعوضه فيها، انا مستعد باش نتقبل كل سؤال الواحد
نعتذر، زاد كان الدولة تضرت مني ولا حاجة، الدولة زاد مستعد باش نعطيها حقها ونرجع لها معناها الشيء اللي خذيته أنا، ولكن زاد نحب زاد أنا توا عندي بنتي خليتها عمرها 10 أشهر، اليوم بنتي عمرها 8 سنين، وقتاش باش نربيها وقتاش باش نكبر معاها وقتاش باش نراها، نحب حريتي.